يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هل يعد شركا أكبر؟ لا، ما هو شركا أكبر، بدعة. التوسل بالجاه بدعة، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر إذا درج عليه وتعوده، ربما أنه يتدرج إلى الشرك الأكبر، فهو وسيلة، بدعة ووسيلة. التوسل بالجاه بالذات كله سبب. نعم، وهذا يبي يأتي، التوسل بالجاه سيأتي إن شاء الله. نعم.